شيخ استفسار الله يعافيك. تفضل. أنا مداوم على سورة البقرة، نعم. باليوم تقريبا أختمها مرتين، ولكن نصحني أحد الأخوة قال إنه هذه يعني الطريقة بدعية. اوف، ليه؟ يقول إن القرآن الأفضل إنه يكون، يعني معنى كلامه إن القرآن كله منفعة وكله شفاء وكذا. و يعني صار في نفسي شوي شك، يعني هل هي بدعة هل هي مي بدعة، طيب، وسويت لي يعني جدول، حطيت لي مثلا بعد صلاة الفجر أختم جزء واحد، ومن بعد صلاة المغرب يكون عندي ورد اللي هو خاص بسورة البقرة، وكأنه قامت تدخل علي مداخيل إنه هذه بدعة، ما يجوز القرآن إنك تختم فيه يعني سردا تسرده. ما أدري طيب هي طريقتي صحيحة يا شيخ ولا؟ طيب، أنا سأعطيك قاعدة، احفظ هذه القاعدة، وهي أن المتقرر في القواعد أن ما ورد مطلقا من الأدلة فالواجب بقاؤه على إطلاقه، ولا يجوز تخصيصه بشيء إلا بدليل. والأدلة التي تفضل قراءة سورة البقرة قد وردت مطلقة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر، وفي رواية: يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. فقوله يقرأ فيه سورة البقرة أطلقها، ولم يقل يقرأ فيه سورة البقرة مرتين أو ثلاث أو أربع، فأطلق قراءة سورة البقرة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. فإذا أعان الله عز وجل العبد أن يقرأها في بيته مرة أو مرتين أو ثلاث في اليوم الواحد أو في عدة أيام، فكل ذلك داخل في هذا الحديث، أي داخل في إطلاقه. فمن قال بأن تكرارها في اليوم الواحد مرتين بدعة أو أنه مخالف للسنة، فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، فإن الأدلة قد وردت مطلقة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران فإنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فإذا أنت ترى أن هذه الأدلة مطلقة من غير تحديد بعدد، وإنما ترجع إلى همة الإنسان وعزيمته. فإذا فتح الله على الإنسان أن يكرر سورة البقرة رجاء لبركتها اتقاء للحسرة واحتماء من الشياطين وعصمة لبيته من وجود الشيطان فيه، فإن ذلك كله جائز لا بأس به ولا حرج فيه. فأرى أن ما تفعله أمر صحيح جائز لا بأس به، وهو داخل في إطلاق هذه الأدلة. ومن قال بأنه ممنوع فإنه يريد منا أن نقيد الأدلة المطلقة، وتقييد المطلق لا نقبله إلا بدليل، لأن المتقرر في القواعد أن ما ورد مطلقا فيبقى مطلقا على إطلاقه، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، فلا بأس عليك في فعلك هذا إن شاء الله.